ويا مساء الخير والإحساس والطيبة عليكم مشاهدي قناة روتانا خليجية، حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي سيدتي. تعالوا معنا نشوف إيش في أبرز عناوين اليوم. في سيدتي اليوم، هل يعتبر الارتجاع المريئي مرضا مزمنا وكيف يمكننا أن نحدد من زيادة أعراضه؟ ماذا تعرف عن الحبحبو؟ تعلم كيف تناضل في هذه الحياة. مقطع عفوي لطالب طب يلقى رواجا بين الناس، فما هي الأسباب؟ سلطان الفيصل فنان صاعد يشق طريقه الفني وسط التحديات، فما هي حكايته؟ نجوى ينطلق في الرياض ويستقبل المهتمين بالأزياء والموضة من كل مكان. أهلا وسهلا ومساكم إن شاء الله خير وسعادة، جمعة مباركة علينا وعليكم وأكيد على ريم بوساطي. أهلا وسهلا يا عبير. أهلا يا ريم. طبعا أحب أمسي على المشاهدين وأكيد جمعة مباركة على الجميع ونهاية أسبوع سعيدة للجميع. طبعا معروف يوم الجمعة يوم العائلة وتجمع العائلة، فهذا هو أهم شيء. إحنا طبعا إحنا عائلة واحدة يا عبير هنا وبنجي نقضي وقتنا هنا مع المشاهدين على الهواء، فتعودنا إن تكون عائلتنا هم مشاهدي برنامج سيدتي. أكيد طبعا بكل حب وامتنان. طبعا قناة روتانا عائلتنا وبيتنا الثاني، وإذا ما كان بيتنا الأول والله، لأنه بنقضي يمكن أكثر وقتنا هنا. ومشاهدين هذه القناة طبعا غاليين جدا وعزيزين على قلوبنا، وفرحتكم صدقونا من فرحتنا. يمكن أنا وريم بما أنه جبنا سيرة العائلة، اليوم جمعة وهو يوم تجمع العوائل، أكيد في كثير من العوائل اللي قاعدة تشوفنا الآن، فنتكلم عن يوم الجمعة والعائلة فيه. يعني دائما يقول لك يوم الجمعة كده يوم مرخبط ويوم مقروش لأنه كل العائلة بتكون في البيت ومش عارفة إيه ومدري. صحيح. كيف تقدري مثلا تتعاملي مع خلينا نقول المواقف اللي ممكن تحصل في يوم الجمعة، خاصة المواقف اللي إحنا مثلا مش بيدنا بس نبغى نهديها؟ طبعا هذا هو أهم شيء، هدوء وسكينة وطمأنينة. صح؟ صحيح، هذا هو أهم شيء. لازم يكون في أحد دائما هو اللي يلم كل حاجة، لازم اللي يمتص الغضب أي أحد. تدري أحيانا يوم الجمعة الناس مأجزين من الشغل وكذا، فلا تصحيني بدري مثلا. صح. أبغى أكمل نوم. طبعا عندنا ضيوف، عندنا ناس جايين، أنا يعني لمة الأهل ولمة العيلة، فيعني تحصل شوية مناوشات لطيفة. صحيح، إلا ما تصير المناوشات لطيفة. عشان أنا يمكن اللي يصير عندي في البيت عشان البخور، في يعني ناس عندهم حساسية، أنا أبخر مرة كثير يوم الجمعة. أنا أحب ريحة القهوة كده طبعا، هذه عادات مع ريحة البخور، يعني المكسينج ده مش طبيعي. بس في ناس يتحسسوا، في ناس مثلا تتحسس. صح. يمكن عشان في أطفال في البيت فخففي بخور، خلاص بخور كفاية بخور ما في، يعني الله وكيلك. ولكن أكيد هذا اليوم هو يوم العائلة، العائلة عزيزة على القلب، على القلب وقلوبنا كلنا. أكيد طبعا، إلا ما يكون في أشياء بسيطة ولكن تقدر تتحل يمين يسار يمين يسار. وكبير العائلة الله يخلينا هو ويخلي لكم مشاهدين أكيد كبير عائلتكم دائما. نبدأ حلقتنا اليوم، يلا خلونا نتابع مشاهدين آخر أخبار الجمال والموضة مع مجلة الجميلة في تقرير هالأسبوع. أهلا بكم متابعي برنامج سيدتي اليوم، حان الوقت نقدم لكم فيه فقرة سبوتلايت الأسبوعية، ونبدأ بأبرز العناوين. علاج الخروع ضد تساقط الشعر. عشان تحضرين هذا الماسك الخاص بالشعر، أنت بحاجة إلى ملعقتين كبار من زيت الخروع. اخلط الزيت مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. الخلطة راح تساعدك بالتحكم بتساقط الشعر وإعادة نموه وحمايته من المشاكل البكتيرية. تابعي في هذا الفيديو كيفية استخدامه. تمنع نموه. راح نخلط الزيوت، راح نحطهم بعلبة. أنا نقيت علبة السبراي فرد مرة. وننقع بمي سخنة لمدة 2 لـ 4 دقائق. من بعد ما حطينا المزيج بعلبة سبراي ونقعنا، رح نرشه على جذور الشعر ونعمل حركة مساج لفروة الرأس لنسمح بتغلغل الزيوت. فينا نترك الماسك لتاني يوم وفينا نغسله بعد نص ساعة. رح نعمل هالماسك مرة بالأسبوع.
بلون روز خفيف ورسمة ناعمة. في هذا الفيديو على موقع الجميلة تعرفي على كيفية طلع أظافر كلاسيكية ناعمة بلون روز خفيف ولمع. تابع الخطوات، وإذا حبيتي وضع لمسة جميلة إضافية على أحد أظافرك اختاري لون أبيض كريمي مع شوية جلتر وارسمي أشكال هندسية ناعمة. تنسيق البليزر الطويلة باللون البيج. في هذا الفيديو تابعي ثلاثة طرق لتنسيق الجاكيت البليزر الطويلة باللون البيج الزهري والشبيهة بالمعطف. بإمكانك ارتدائها مربوطة بحزام جلدي عند الخصر، أو مفتوحة أو مربوطة بزر على مستوى البطن فوق فستان مطبع بالأزهار وبطول يتخطى الركبتين بقليل. وفي اللوك الثالث البس الجاكيت الطويل كمشلح على الكتفين على طقم مؤلف من قميص وبنطلون من الستان باللون الليلكي. طرق مختلفة لتنسيق السويت شيرت في شتاء 2020. السويت شيرت هي قطعة يبدأ استخدامها من بداية الخريف وحتى الجزء الأول من الربيع. إليك أكثر من طريقة لتنسيق هذه القطعة المريحة لتظهري فيها بطلة أنيقة للغاية، خصوصاً أن العديد من النجمات العالميات يعتمدنها في حياتهم اليومية. لإطلالة تمزج بين الكلاسيكية والكاجوال ارتدي السويت شيرت مع معطف. بإمكانك اعتمادها مع تنورة بليسي وحذاء سنيكرز للخروج مع الأصدقاء. والإطلالة عملية ارتدي الفيست مع السويت شيرت مع ليجنز. كمان بإمكانك استوحاء إطلالاتك من الكثير من النجمات اللي اعتمدنا على السويت شيرت في ستايل لبسهم، زي جينيفر لوبيز، سيلينا جوميز، جيجي حديد. كل هذا وأكثر بالإضافة إلى المزيد ستجدونه على موقع الجميلة.com. شكرا سبوتلايت الجميلة على هذه التقارير المتنوعة اللي تنصحنا كيف نهتم بجمالنا. إيش أكثر فقرة يعني لفتت نظرك يا عبير؟ حبيت موضوع الكوت البيج لأنه عندي كوت بيج وماني عارفة كيف أضبطه على إيش ألبسه أو كيف إنه يكون الكوت يعني استخدامه أسهل ومتنوع كمان مش ألبس نفس الفكرة أو حاجة زي كده. لكن أبغى أتكلم عن موضوع زيت الخروع الأول. في التقرير قالوا أنه ممكن نقدر نخليه يوم كامل. أنا أحس أنه هذا الزيت تقيل مرة وقوي شوية على الشعر. فيوم كامل على فروة الرأس أحس تو ماتش. في ماكسيموم 4 ساعات أنا أحس للزيت على الرأس مناسب. إحنا نعرف قد إيه مفيد زيت الخروع فظيع، بالذات للرموش والحواجب. تحطيه في علبة مسكرة فاضية، تحطي زيت خروع وكل يوم قبل ما تنامي تحطيه، والله العظيم تسير الحواجب والرموش. بس طبعا لازم ينتبهوا ما يدخل في العين لأنه شوية بيحرق. أيوة طبعا يعني مع الانتباه يعني. يعني كمان قالت أنه نخلط ملعقة زيت خروع مع جوز الهند. أنا أحس دا استخدامه الحال ممتاز ودا استخدامه الحال ممتاز كمان. زيت جوز الهند مرة رائع كمان طبعاً. للشعر وللبشرة طبعاً. يعني شوفي استخدامه من جد ممتاز، يمكن في كل الاستخدامات ترى حتى في الأكل لما يكون بكر حتى في الأكل مرة رائع يقول. بس أنا لسه ما جربت يعني. لا تكلمنا فيه قبل كده مع دكتورة ريم، يمكن أنت ما كنت متواجدة بس كان شيء رائع يعني، قالت عنه معلومات مرة كبيرة مفيدة. حبيت التقرير انه شامل كل الاشياء اللي في الجمال. المناكير زي ما جاء في التقرير، الالوان اللي على نود بينك نود بيج هذه هي تفضل ترند وما راح بالضبط، وما راح يعني اتوقع انها كلاسيك، ما راح انها تقيدك بلبس او انها تنتهي. صح، بتمشي مع كل الملابس، حاجه كلاسيك راقي مره. ممكن تضيفي لها زينه خفيفه ديكوريشن لطيف زي هذا اللي شايفينه، ليش لا يعني. بس بصفه عامه انا اعشق النود بكل درجات. تحسي كمان صار زي الفرنش، تقدر تعملي استخدامه لا مزبوط. هو استخدامه صار يعني زي الفرنش احنا قلنا على اي لبس، على اي مزبوط. على اي مناسبه مزبوط. في اي مناسبه مثلا ما تفرق سواء كنت في دوام، شكله انيق ومظهره طيب. نفس الشيء الالوان اللي كنا بنعرضها على الشاشه او اللون النود بمعنى اصح. اي مزبوط، هذه الاشياء يمكن هذه ابرز الاشياء اللي لا بس ابغى ارجع لموضوع السويت شيرت اوكي الكبير.
دائما اشوف لبس مختلف عليه، ستايلات كثير، لكن سبحان الله لما تشوفي تجي تطبقيها ما تطلع حلوه. انا بتكلم عن نفسي، ما تطلع حلوه زي ما اشوفها على العارضات او زي ما بينصحوا فيها. يعني انا احب، يعني انا يمكن من ستايلاتي حتى في البيت، يعني احب البس سويتشرز. هذا الجاكيت البني اللي قلت لك كويس ان هم اوكي على حزام، أو ممكن مره تقفلي الزر اذا كان في ازارير او على فستان. شوفي كمان الفكره هنا، او يمكن الشغله اللي انا كمان مو عارفه اسويها، انه هو كمان طويل الكوت، عشان كذا انا مو عارفه البسه. لكن لا حلو، حبيت الافكار، حبيت هذه تحديدا انه على جمب سوت كامله. حبيت الفكره وانه بس على الكتوف. طب هو اهم شيء بنفسجي، اي اهم شيء انك تلحق تسوي التنسيقات دي قبل الشتاء ما يخلص. بكره ان شاء الله، يعني ما شاء الله اليوم بكرة. اليوم كان الجو شويه دافي، فتحس انه في بوادر. اليوم الجو دافي كمان، صحيح. الشتاء. عموما خلونا نطلع فاصل وحنرجع نكمل معاكم اكيد باقي الفقرات لليوم. بعد الفاصل، هل يعتبر الارتجاع المريئي مرضاً مزمناً؟ وكيف يمكننا أن نحدد من زيادة أعراضه؟ مشاهدينا، موضوعنا لهذه الفقرة الطبية انتشر بشكل كبير، وهو الارتجاع المريئي أو حرقة المعدة. اليوم بنتكلم عن العوامل اللي تؤدي للإصابة به وما هي أعراضه، وراح يجاوبنا أكيد على هذا الموضوع ضيفنا في الاستوديو دكتور سعيد الزبيدي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد في مدينة الملك سعود الطبية. أهلا بك دكتور سعيد. حياكم الله، مساكم الله بالخير. أهلا وسهلا بك. طبعا الارتجاع المريئي، ريت لو تدينا نبذة عنه وإيش هي أسبابه. حقيقة أشكركم جزيل الشكر على فتح موضوع مهم جدا. هذا من الأشياء الشائعة حقيقة اللي نواجهها في العيادات كأطباء جهاز هضمي. السبب الرئيسي هو بسبب حقيقة هو، أو ما معنى الارتجاع المريئي لو كنا في البداية بشكل سهل، هو ارتجاع حامض المعدة أو مكونات أو بعض مكونات المعدة إلى المريء. المريء مثل طبقة رقيقة جدا لا تتحمل الحامض المعدة، غير معدة لاستقبال الحامض هذا. فهذه بسبب هو الشعور بالحرقان أحيانا المريض أو الشديد اللي يعاني منه. والسبب الرئيسي في عضلة بين المريء وبين المعدة، هذه عضلة زي القابضة أو تعمل فوهة المعدة. الأكل اللي يخش المعدة يفترض أنه لا يرجع إلى المريء، ولكن في بعض الحالات يحصل خلل ارتخاء وضعف هذه العضلة، فيكون المريض معرض لارتجاع حامض المعدة. طب إذا هو مرض مزمن دكتور سعيد، إيش ممكن تكون الأعراض اللي الشخص منها يعرف أنه عنده مرض مزمن وهو الارتجاع المريء؟ الحقيقة هو ما تم تشخيص المريض بأنه عنده ارتجاع مريء، وهذا يعتبر من الأعراض تكون، أو المرض هذا شائع ومزمن في الغالب، في غالب الامور. فمتى ما تم تشخيصه لدى طبيب فيعتبر المريض عنده يعتبر مزمن بشكل عام. ولكن الشاهد تختلف حده الاعراض لدى المريض من وقت الى اخر، لها سنتحدث معها لاحقا عن الاحتياطات والعلاجات. طيب، اللي يمكن تساعد في اختفاء الاعراض. طيب خليني اسالك على موضوع العمر، السن، هل هو ياتي يعني مثلا ممكن يكون مع الاطفال، هل هو يكون ممكن وراثي، هل مثلا في عوامل زي الحمل مثلا هو اللي يكون عارض فقط لفتره معينه، او ممكن في الناس يصابوا فيه لفتره طويله او خلاص بيفضل معاهم طول العمر؟ حقيقه بالنسبه للاطفال في الغالب يجد لهم يعني الارتجاع هذا وارد لديهم لضعف هذه العضله. أيوة. فلما مع كبر السن تختفي هذه الاعراض. ولكن نتكلم عن الناس البالغين او كبار السن او سواء صغار السن، فالاعراض هذه متى ما بدات فبالغالب تكون مزمنه، ولكن تحتاج بالمتابعه والاحتياطات قد تختفي هذه الاعراض، ولكن ارتخاء العضله لا يزال موجود. ولكن اختفاء اللي هو ارتجاع والحامض في بعض العلاجات وفي بعض الاحتياطات يمكن تعمل جيدا في هذا الموضوع. بالنسبه في بعض الاشياء اللي يمكن تزيد تكون الاعراض ذات حده عاليه، من ضمنها اذا كان لدى الانسان فتك في الحجاب الحاز، بمعنى انزلاق جزء من المعده الى الصدر. ففي هذه الحاله يكون في فوهه المعده يعني غالب الوقت مفتوحه، فيكون عرضه للارتجاع. وكذلك السمنه وضمنها بعض التدخين، الحمل يكون عارض مؤقت حقيقه للارتجاع.
دكتور ذكرت أنه لما الطفل يكبر ما يصير يحس بنفس الأعراض اللي كان يحسها أول، ولكن تفضل المعدة فيها ارتخاء. هل الارتخاء هذا المستمر اللي خلاص اللي ما زالت المعدة مرتخية عنده ممكن يسبب برجوع الارتجاع مرة ثانية؟ لا، أنا أتكلم الأطفال يكون هو طبيعي وضعف العضلة الرابطة بين المريء والمعدة، ولكن حينما يكبر الطفل تختفي هذه العضلة تماما وتختفي الارتخاء العضلي وحتى الارتخاء العضلي بالنسبة للطفل في غالب الأحيان. طب إذن دكتور كيف يتم تشخيص الارتجاع بشكل عام عند البالغين؟ نعم، حقيقة هو جلوس مع المريض وأخذ الأعراض الذي يشتكي منها، وأحيانا قد نحتاج إلى عمل المنظار للتأكد من خلو بعض المضاعفات والمشاكل الأخرى، وأحيانا قد نحتاج إلى الأشعة الإكسري مع صبغة الباريوم إذا كان تحدد إذا في موجود لدى المريض فتاق أو لا، فتاق الحجاب الحاجز. أحيانا في بعض الحالات معينة قد نحتاج إلى جهاز اختبار حامض المعدة، ولكن ليس في الغالب، الغالب هو تشخيصه كلينيكيا، وقد نحتاج إلى إيش هي الحالات اللي نحتاج فيها هذا الاختبار؟ أنا بالنسبة لبعض الحالات شخص بمعنى أنه عمل له منظار ولم يجد أي التهاب في المريء ولا أي لم يجد فتاق لدى المريض ولا يوجد التهاب في المعدة وسبب واضح للأعراض هذه، ففي هذه الحالة قد يكون في ارتجاع ولكن لم تؤثر على أنسجة الظاهرية للمريء، فيعمل أنبوب عن طريق الأنف في تخصص دقيق في الجهاز الهضمي، ومن ثم يوضع جهاز في المريض من وقت إلى اختبار حوالي 24 ساعة، لو حس بأعراض الحرقان يبلغ عن طريق الجهاز يضرب على زر معين يبين انه حصل له العرض هذا مثل الحرقان، بعد كذلك ترجع الجهاز يفرغ ويقرا عن طريق الطبيب الجهاز الهضمي ويحدد هل فعلا هل هذه حصلت ارتجاع حامض ام لا. احيانا قد يكون في ارتجاع، قد يكون شيء وظيفي او نفسي. نفسي أيوة. أنا هذه النقطة بدي أتكلم معك عليها، العامل النفسي بيلعب دور في موضوع الارتجاع المريئي؟ حقيقة نعم، هو فيه ارتباط كبير الآن بين الجهاز الهضمي والدماغ، حقيقة في حلقة وصل كبيرة، فمعظم وظائف أو الخلل الوظيفي نعم نسميه في الجهاز الهضمي سواء المريء المعدة القولون، حقيقة له ارتباط كبير بالجهاز العصبي، بمعنى في بعض الأعراض اللي تزيد حدة أو تظهر السطح مرة أخرى منها القلق والإجهاد، مرتبط كبيرا بالارتجاع وكذلك بعض اعراض الحرقان او التلبك المعوي او الشعور عدم الارتياح في المعده. هل الناس اللي عندهم مثلا يعانوا من القولون العصبي او المراره او قرحه المعده بيزيد عندهم نسبه الارتجاع المريئي ولا ما في اخذ من الموضوع؟ لا يوجد بالنسبه للقولون العصبي، قد يكون ولكنه ما فيه دراسات حقيقه تربط يعني، لكن غالبا بعض المرضى من لديه ارتجاع مريء او خلل وظيفي يعاني ايضا من القولون العصبي، ولكن بالنسبه لقرحه المعده لا يوجد ارتباط حقيقه مباشر بينه. طب اسمح لي دكتور، بما انه احنا ذكرنا هذا المحور، كثير من الاشخاص المصابين بمرض سرطان القولون عافانا الله واياهم بيشتكوا من الارتجاع المريئي، ايش الارتباط هنا؟ يعني أيضا لا يوجد ارتباط مباشر، ولكن قد يكون الجانب النفسي وقد يكون المريض نفسه لديه ارتجاع وخلل في المريء، ولكن في السابق لم يكن محسوس وظهر له الأعراض إلى الآن وكانت واضحة وبارزة حاليا، ولكن في بعض العلاجات قد يكون بعض تسبب ارتجاع مريء قد تسبب قروح او التهابات في المريء بالذات، ما هو فقط انه حامض المعده، قد يكون في نوع من العلاجات تسبب قروح وتهيجات في المريء، من ضمنها العلاجات الكيماويه او لا تعطى للمرضى الاورام شفاهم الله.
طيب الشخص اللي يعاني من الارتجاع المرئي او يمكن ممكن يعني يحصل لبس ممكن يقول انه هذه لا مجرد حموضه وبياخذ لها فوار او شراب ويحمل العلاج وخلاص يكون متعود على الفوار او المشروبات هذه اللي بتخفف من حموضه المعده، هل على المدى الطويل يعني في مثلا بتكون مضاعفات اذا ما عالج هذا الموضوع؟ حقيقي سؤال ممتاز. فعلا احيانا الاعراض قد تبدا من سنوات طويله ولكن المريض يتجاهلها او صحيح. قد ياخذ من بعض الصيدليات او من خبره من 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 احد افراد العائله او احيانا بعضهم يعني الحليب ومشتقاته صحيح. وتكون لحظيه الاعراض سيطره عليها، ولكن على مدى السنين او اثبت الدراسات من لديه ارتجاع متكرر فتقريبا على بعد سنوات قد يكون تؤدي الى اعراض من ضمنها لا سمح الله تقرح في المريء وسدد في المريء وكذلك من الأعراض القليلة ولكنها تحصل وهو الأورام في أسفل المريء نتيجة الالتهاب المتكرر. فلازم الواحد يعالجه. يعني أعتقد أنه ضروري جدا هو سيطرة على الارتجاع وتقليل من التهاب المريء، سيكون فائدة كبيرة في تخفيف المضاعفات في المستقبل. من الأشياء الخاطئة برضو دكتور سعيد اللي يسووها الأشخاص يمكن هم لسه ما تشخصوا بالارتجاع المريئي، شرب النعناع سواء كان النعناع لحاله أو شاهي مع نعناع، ولكن النعناع احنا عارفين انه هو اوكي بيرخي بالضبط، فممكن تفهمنا قد ايه لازم يبتعد كمان الشخص اللي مصاب بالارتجاع المريئي عن النعناع تحديدا؟ حقيقة في هو النعناع في بعض الدراسات فعلا اللي اجريت عليه وكان هو من الاغذيه تسبب ارتخاء في هذه العضله ما بين المعده والمريء. نعم. فتسهل عمليه الارتجاع. فلا انصح بحقيقة مرضى اللي هو النعناع بشكل خاص التقليل منه بقدر ما يستطيع المريض او الابتعاد عنه. ولكن لو ناقشنا العلاج بشكل عام للارتجاع فهو ينقسم الى شقين، الشق الاول هو يعتمد على اللايف ستايل او طبيعه، انا دائما المريض يقول طبيعه حياه المريض. الشيء الثاني ما يتعلق بالغذاء في شقين، او الشق الاول كيف تاكل، ثقافه كيف ناكل، ومن ثم ما هي نوعية الأكل. الثقافة أنا دائما يعني بشكل عام نتيجة تسارع الحياة تجد المريء أو الشخص يأكل في خلال 5 دقائق، يعني ينهي جميع الأكل والشرب هذه في 5 دقائق ويكون عرضة كبيرة جدا للارتجاع لما يدخل الهواء والماء والأكل بشكل سريع يكون سهل جدا صحيح. اللي هو الارتجاع إلى المريء فيعاني بهذا الشيء. بما أنك ذكرت الأكل كمان أنا حابة أسأل إذا في أكل معين ممكن يسبب أو يزيد من الارتجاع المريئي؟ حقيقة الدراسات أثبتت أن مثلا نعناع الشوكليت من الأشياء اللي يمكن تسبب ارتخاء أيضا. في بعض البقوليات الفول والعدس وكذلك بعض التوميتو تمكثن في الكيتشاب هذه اللي فيها حرقه نوعا ما نعم او البهارات وهذه تزيد اذا كان في التهاب في المريء تزيد تهيج الالتهاب هذا فينصح بالابتعاد عنها. بس يعني الشخص اللي مصاب اصلا بارتجاع المريء يبتعد عن اكلات معينه، يعني يمكن يتغير اسلوب اكله في حياته كلها صح ولا لا؟ صحيح بشكل دائم يعني صحيح. انا 50% اعزيه على تغيير نمط الحياه في العلاج 50% وال 50 الاخر على هو العلاج الطبي او الحبوب المثبطه للحامض المعده. فهي 50% تعتمد على الشخص و 50% تعتمد على العلاج. ويفضل هذه يعني اخذها طول العمر ولا لفتره مؤقته؟ هو حقيقه هو من شخص لا، لكن في البدايه انا انصح المريض بياخذها لفترات طويله من 2 إلى 3 شهور حتى تختفي الاعراض تماما. بعد ذلك يمكن الاستمرار على النمط الغذائي، التحكم في نوعيه الاكل، ومن ثم وقت الاحتياج قد يدعم باخذ العلاج المثبط للحامض المعده. وقت الى اخر وليس بشكل مستمر، ولكن في البدايه انصح أخذه لفترة طويلة حتى يتم شفاء الالتهاب. طب بالنسبة للأشخاص دكتور اللي هو ليس مرض مزمن عندهم، ما هو مرض مزمن بس من كل فترة والتانية بتجيهم،
ايش الاسباب؟ ليه فجأة تهيج المريء لدرجة انه صار في ارتجاع؟ هو انا زي ما قلت لك هو حقيقة تعتمد على نمط الحياة، يمكن تغير نمط الأكل، مر يمكن فجأة أكل بسرعة، نعم يعني بظروف معينة، يعني في الحقيقة لا تجد شخص يعني نعم تختفي الأعراض وتظهر في الصوت، ولكن لا يمكن أقول أن الشخص لم يكن لديه ارتجاع في المريء وفجأة حصل له الارتجاع، لكن تختفي الأعراض باختفاء سواء بالعلاج او بنمط معين، يمكن حصل شيء جديد في حياته لذلك يبحث الشخص، او يمكن بسبب علاجات معينه، مثلا المراه بدا يعني مع الحمل، ففي اشياء كثيره لازم تجلس مع المريض وتساله تماما ماذا تغير في حياتك. طيب ليه ممكن يصير مع الحمل؟ يعني معلش ابغى ايوه نقطه الحمل بدي اركز عليها. هو الحمل حقيقه في يمكن حتى في مراحل المتاخره من الحمل نتيجه صحيح ضغط لا في الحمل يجي في اول الحمل اول شيء هو في البدايات لا هذه اعراض اخرى اعراض هذيك اعراض الغثيان في البدايه الغثيان وهذه نتيجه الهرمونات الان عمل الهرمونات فيشعر ودائما يقول انه عشان شعر البيبي عشان ايوه طبعا اشياء خاطئه بس بيحكوا انه زي كذا صحيح فهي تكون ايش اسبابها الحقيقيه؟ صحيح لا هو غير صحيح حقيقه ما ذكرتي، ولكن السبب هو مره اخرى الهرمونات لها دور كبير. الشيء الثاني هو ضغط الرحم على المعده يصبح في تباطؤ في اخراج المعده ومن ثم سهل الارتجاع. فهو السبب هذا هو السبب يعني بالفعل الكثير من السيدات في فتره الحمل بيعانوا بشكل مزعج، يمكن احنا مرينا بهذا الموضوع وكثير سيدات غيرنا انه بالارتجاع المريء. فايش تنصح السيده الحامل يعني من ناحيه الاكل، طريقه الاكل او حتى طريقه الجلسه والنوم كيف تأثر ممكن كمان على هذا الموضوع؟ هو حقيقة راح تكون نصيحة للعام الجميع من يعاني من ارتجاع المريء، هو الأكل بتطويل فترة الأكل بقدر ما تستطيع وتوزيع الوجبات مهم جدا. بمعنى يمكن بدل 5 دقائق خلي الأكل يمتد إلى نص ساعة. تمام. تطول وهي بتاكل. نعم. أعتقد كل الأشخاص لازم ما يأكلوا بسرعة. صحيح. حتى يعني الست الحامل أو الغير حامل والرجال أيضا يعني لازم نأكل بشويش، لأنه أنت قبل شوي ذكرت إنه الأكل بسرعة بسبب برضه. سهل. نعم سهل جدا حصول الارتجاع. الشيء الثاني أنصح بعدم شرب السوائل خلال هو على الأقل بعد الأكل مباشرة. يدع فرصة ربع ساعة ونص ساعة إذا كان يحتاج الشخص الضرورة لا مانع، ولكن يقلل من عملية توسع المعدة ومن ثم الارتجاع. أنصح كذلك عدم الأكل والنوم تقريبا بساعة أو ساعتين تماما. الشخص يتفادى الأكل والنوم أو الانحناء سواء لأداء صلاة أو أداء تمارين، ذلك يساعد في الارتجاع المعدة بسهولة. بشكل عام هذه الاحتياطات، وكذلك بإمكان الحامل وضع مخدة عالية معينة بحيث ما تؤثر على الرقبة، فذلك يسهل كثير عملية التخفيف من الارتجاع. نعم. طيب دكتور معلش بس أبغى أستفسر عن هذه النقطة اللي ذكرتها، أنه ما يشرب سوائل بعد الأكل بفترة نص ساعة قد ما يقدروا، يعني ساعة إلى ساعة بالسوائل والأكل ساعتين. تمام. بس في ناس يعني في لازم في سوفت درينك معهم، في مشروبات مع مثلا غازية أو حتى موية أو مشتقات الحليب من لبن وما إلى ذلك مع الأكل، هل دي كمان مشكله مثلا او بتسبب في ارتجاع المريء؟ هم الناس لديهم ارتجاع نعم انصح بالابتعاد، خصوصا المشروبات الغازيه هذه بشكل عام غير صحيه، ولكن بالاحرى مع الارتجاع المريء بسبب توسع المعده ونفخ المعده والارتجاع والسوائل كذلك. صحيح. بس انه في ناس يعتمدوا على شرب مش المشروبات الغازيه، المياه الغازيه، المياه اللي بتكون فيها غازات الطبيعيه هذه. صحيح. وبيحسوا بفرق، بيحسوا انه تراها بتفيدني انا في الارتجاع المريء، هل هذه المعلومه صحيحه ولا ما لا يوجد يعني هي دراسات مثبته في هذا المجال، وصعب الحكم، لكن قد تكون تجربه شخصيه. وكثير من الاكلات وتجارب شخصيه ولكن ليس لها دليل او برهان علمي في الموضوع. صحيح معك حق. انا حابه ازيد نقطه معينه بالنسبه لبعض الاعراض الارتجاع، قد لا تكون على المريء في الحرقه او قد تكون خارج ذلك، بمعنى اكثر ما يسبب الام الصدر غير القلب هو الارتجاع المريء، واحيانا قد تحصل الكحه المزمنه
خصوصا وقت النوم وكذا نتيجه الارتجاع، فيعاني المريض سنين حتى يصل الى التشخيص، وبعضهم يمكن يذهب الى طبيب القلب، يذهب الى طبيب الصدر، ولكن المشكله اول والاخير تكون بسبب الارتجاع المريض. فبالاحرى الاطباء غالبا يحصل عندنا او تحويل او استشاره بعد ما يمر على جميع الاطباء القلب والصدر، وفي الاخير يكتشف انه لديه اللي هو الارتجاع المريء، فهذه من الاعراض غير النمطيه. صح نعم. صح، اشكرك على هذه المعلومه دكتور سعيد، واشكرك على كل المعلومات اللي قلت لنا هي في هذه الفقره، احنا نشكر وجودك معنا، يعطيك العافيه. شكرا لكم، الله يبارك فيكم والف شكر. مشاهدينا اطلع فاصل بس اكيد مكملين معك. بعد الفاصل ماذا تعرف عن الحبحبو؟ حبحبو، ايش هو الحبحبو؟ هو مو كلمة توصف حاجة معينة، بس هي اسم يطلق على نوع من انواع الفاكهة، وهذه الفاكهة لها كثير من الفوائد، فايش هي فوائدها؟ اكيد خلونا نتعرف عليها في هذا التقرير مع زميلتنا ومراسلتنا مها الفرام من جدة والست حسنة عبد الواسع. الحبحبو طبعا فيها فيتامينات عالية جدا، في أمريكا يسموها سوبر فروت، شجرة الحياة. الثمرة دي فيها من المكملات الغذائية اللي ما تقدري يعني حتى لما تقعدي تفكري فيه ما تستوعبيها. فيها فيتامين سي عالي جدا، يعني يقول لك الفيتامين سي اللي فيها يوازي الفيتامين سي اللي في البرتقال 6 مرات. هو الفكرة إني أنا بدأت الحبحبو بتجربة شخصية استفدت منها. الحبحبو أنا كنت مريضة وبسبب مرضي نزلت المناعة عندي لدرجة عالية جدا، لدرجة إني صرت السكر صار ينزل عندي، أفقد السيطرة على الحركة وكذا. فبدأت أدور على شيء أو نبات مكمل غذائي، ما أبغى الأدوية خلاص، يعني تعبنا الأدوية، أبغى شيء مكمل غذائي طبيعي. اهتديت للحبحبو الحمد لله بفضل من ربي، وبدأت أسأل يعني أقرأ عنه كثير كثير كثير، قعدت أقرأ عنه وبدأت أستخدمه. كان استخدامي في البداية أفك القرمة نفسها، هي اسمها قرمة، أفكها وأخذ الحبوب وتتمص، هي زي تستحلب زي الحلاوة المصاصة، زي الحلاوة الليمونية زي كذا. ومع الفترة الطويلة بدأ عندي تشققات في لساني، فاضطريت إني أنا طب إيش أعمل عشان هذا، صرت أحلها بالموية وأشربها لأني بدأت أحس بالفائدة فيها. فجأة لقيت نفسي الحمد لله كل المعدلات اللي عندي في الـ يعني الفيتامينز اللي عندي طايح كله بدأ يرتفع، كله بدأ يرتفع. فيتامين سي ارتفع عندي في خلال يمكن يعني دحين لو بدي أقول لك في خلال الثمانية سنين اللي مرت علي من يوم ما بدأت، أو 7 سنين، أنا يمكن جاتني الإنفلونزا أو الفلو جاني 2 أو 3 مرات بالكثير، وكان خفيف ما صار يجيني زي زمان. أمريكا هي أكثر بلد بدأوا يهتموا بها، وأوروبا، وبدأوا يعملوا منها يعني حتى مستحضرات كوزماتكس للبشرة، لشد البشرة، لأن فيها هي مضادات الأكسدة لشد البشرة، فيها تأخر الشيخوخة، فيها أشياء كثيرة يهتموا بها دول صناع الجمال. طبعا هي ثمرة عشان الكل يعرف إيش هي، عبارة عن فاكهة شكلها كده الخارج عبارة عن خشبة، يعني هذه تتفك بصعوبة، ما هي زي قشرة برتقال أو قشرة موز، لا هذه زي الكوكنات زي النرجين. فتكسريها وتتفك وتبدأ تطلع اللي جوتها. اللي جوتها عبارة عن إيه؟ اللي جوتها عبارة عن حبيبات زي كده. طبعاً تختلف الثمرة من بلد لبلد، كونها من جوة تختلف من بلد لبلد، الطعم اختلف، اللون اختلف، الهيئة تختلف. مثلاً النيجيري اللي أنا أحب أستخدمه مليان شعر بس مليان لب في المقابل، مليان لب. فإحنا لما نجيب النيجيري نشتغل عليه نستفيد منه كميات كبيرة، اللب يطلع منه اللي هو البودرة تطلع بكميات كبيرة، إنما السوداني يجي ما في عليه شعر
ويجي خفيف وأبيض. بدأت أعملها على شكل قوالب زي البتيفور أو زي الغريبة أو زي الأشياء دي، بحيث إنه الشخص يحطها عنده في شنطته أو في السيارة. هي مكمل غذائي، تعطي طاقة، تعطي قوة، إنرجي، بس عشان تعطي هذه الأشياء لازم تكوني مداومة، زي لما تأكل أي وجبة مستمرة. أنت على وجبة مثلاً بتاكل برتقال يومياً حيجيكي فيتامين سي، أنت بتاكل حبحبوه يومياً حتحصل على كل الفيتامينات اللي تساعدك في جسمك. بس كم وقد إيه مو عندنا إحنا هذا الشيء، طبعاً عند أصحاب الاختصاص. شكراً للسيدة حسناء على هذه التفاصيل اللي ادتنا هي عن الحبحبو. يمكن كثير ناس أول مرة يسمعوا خصوصاً هنا في الرياض لاحظت، لكن إحنا لأننا من أهل المدينة ويمكن أهل مكة يعرفوا الحبحبو أو يعرفوا هذه الثمرات اللي تجي من أفريقيا بحكم الحجاج والمعتمرين اللي بيجونا من هذه المناطق، فبيجيبوا معاهم الحبحبو، الجورو، الحمر، كثير من الأشياء يمكن اللي منتشرة في الحجاز أصلها يكون يا من شرق آسيا يا من بالفعل يعني هي ثمرة من أفريقيا، وزي ما قالت غنية بفيتامين سي وبألياف وطعمها جدا رائع ولطيف، يعني كنا نشتريها وإحنا صغار كذا كنوع من السناك، الوجبة الخفيفة يعني كان اللطيفة. سناك كذا يطول في الفم وإحنا نعلق يعني كان يعني شوفي لذيذ، أنا كنت أحبها وأنا صغيرة. يمكن لما دحين لا ما صرت، أو يمكن بحكم انقطاعي خلاص صرت أحسه زي التراب. لا دحين صاروا مطورين ومسوينه كده بشكل حبيت كيوت. أيوة كيوت. أنا أبغى أقول يعني كده راقي شيء حلو في برطمانات، حبيت الأفكار اللطيفة. اللي هي مسويتها فيه أيوة الكيوبس، وصارت تتحط في برطمانات وكده وما تتعبي وتقعدي خلاص ممكن تاكدي قطمة من نفس المكعبة. مزبوط. حبيت كمان هي في الأخير أز باودر كده زي البودرة استخدمته إنها رشت على الساندويتش أو على الأكل، ممكن تأكلها مع تتحط على الشوكولاتات مع الحلا، أو والله حتى طعمها لحاله جدا لطيف مع القهوة ومع الشاي. بس إيش اسم الشجرة يا عبير حقة الحبحبو؟ الباوباو. الباوباو هي ثمرة شجرة الباوباو، أو هذه الثمرة بتيجي زي ما شفنا في الفيديو كيف بتيجي جوتها الحبوب الطازة لما تفكيها وتأكليها. بالفعل يعني شيء مرة لطيف وتنفع للمرضى المصابين بالسكري والضغط، يعني فوائدها بالفعل مرة كثير. صحيح. وهي حاجة بسيطة يعني ولذيذة جدا يعني. صحيح. حتاكلي منها؟ ما انا باكل، رندا جربت ذاك اليوم. لا لذيذه بالفعل. انتوا جبتوها صح في الاستوديو؟ جميل، حلو. جميلة جدا. عموما خلونا نطلع فاصل وحنرجع نكمل معاكم باقي الفقرات لليوم. بعد الفاصل تعلم كيف تناضل في هذه الحياه، مقطع عفوي لطالب طب يلقى رواجا بين الناس، فما هي الاسباب؟ مقطع عفوي لطالب طب تحدث فيه عن أهم قواعد الحياة يلقى تفاعلا ورواجا بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل نتكلم عن سر انتشار هذا المقطع خلونا نعرضه لكم. صباح الخير جماعة، أنا من أشد المعجبين بجوردن بيترسون، عالم نفس كلينيكي كندي. زين، ألف كتاب مؤخرا سبب ضجة كبيرة جدا جدا. الكتاب هو يقول 12 قاعدة للحياة، بين قوسين مضاد للكياس، 12 rules for life and antidote to a chaos. لها 20 سنة بهالمجال، هو علم النفس الكلينيكي، وألف كتاب يقول لك هذه 12 قاعدة للحياة حسب وجهة نظره. أول قاعدة حطها بالكتاب، أول قاعدة يقول لك stand up straight with your shoulder straight، يقول لك قف باعتدال، جعل كتفيك أيضا باعتدال. وش يقصد؟ يقصد يجب أن تكون واقف وقفة الواثق والنفس، وقفة الشخص اللي مستعد يتحدى جميع الأشياء اللي تمر عليه بحياته. يقول كلنا في هذه الأرض نعاني، جميعنا نعاني في الأرض.
ما سر هذا المقطع بالتحديد وما هي أسباب شغف الناس بكتب تطوير الذات وعبارات التشجيع والتحفيز؟ أكيد راح نتكلم في هذا الموضوع أكثر مع طالب الطب المهتم بالقراءة أحمد أتويم. أهلا وسهلا فيك أحمد. أهلا وسهلا. نورتنا. الله يعافيك. أحمد أنت صاحب هذا المقطع اللي انتشر في ممكن نقول فترة وجيزة، الناس اهتمت أنها تسمع أنت إيش بتقول. يمكن في ناس كثير قروا هذا الكتاب، لكن كلمنا عن ذا المقطع بالتحديد، ليش حبيت أن أنت تشاركه مع الناس؟ في البداية صراحة أنا من أشد المعجبين بجوردن بيترسون، هو عالم نفس كلينيكي بكندا، وهذا كان دكتور له تأثير كبير بأوساط الشباب. فقرأت الكتاب ولفت نظري جزئية من الكتاب، وشعرت أنها أثرت فيني كطالب طب نعيش الضغوطات، قلت خلنا أشارك الأصدقاء بتويتر. فتفاجأت أن ردة الفعل كانت إيجابية جدا جدا، يعني التغريدة لاقت تقريبا 2 مليون تفاعل. حلو. طب كلمنا عن أهم النقاط أو القواعد اللي أنت أتكلمت فيها، اللي هو حقة الفيلسوف زي ما قلت جوردن بيترسون في 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 كتابه. إيش أهم شيء، ليش الناس يعني لفت نظرة هذا الموضوع؟ إيش هي القواعد اللي أنت تكلمت عليها تحديدا؟ جميل. اللي لامست كذا الناس. جميل. في البداية جوردن بيترسون هو محاضر بجامعة تورنتو، وأيضا حاضر بجامعة هارفورد، وكان التفاعل الطلاب معه كبير جدا، لدرجة أنه الرجل كان يصور المحاضرات حقته بالكلية، كانت المشاهدات محاضرات الكلية شكل خرافي بالملايين، وهي محاضرات كلية، محاضرات كلية في الغالب أنها مملة. صح. ليش كان هذا التفاعل؟ لأن الرجل كان يتكلم عن مشاكل الشباب، نشوف مشاكل بحياتنا. أحيانا الكلام التحفيز والكلام المبالغ فيه ما يؤثر قد ما يؤثر الشخص يقول لك المشكلة أنت فيها، كيف تتعامل مع هذه المشكلة. فشعرت أن الكلام حق جوردن بيترسون كان يلامسني بشكل كبير، كنت أسولف مع الشباب برضه، كانوا الشباب متفاعلين مرة. فكان جوردن بيترسون تكلم عن النقطة اللي هي ذكرتها هنا، أنه الشخص يقف باعتدال. هو ما يقصد أنك تمشي بحياتك تقف باعتدال، لكن هذه subconsciously بالعقل اللاواعي، إذا وقفت باعتدال أنت تدل أنك شخص مستعد للتحدي، شخص واثق من نفسك، شخص تمر عليك صعوبات لكن تطلع منها بسلام. أما الشخص اللي يتقوقع ومشيته منحني shrinking، هذا يظهر للناس أنه أصلا منسحب. صح. منهزم متردد. صحيح. فجوردن كان يتكلم عن هذه ديدا للحياة، مو بس أنك توقف باعتدال، لا، جاتك التحديات جاتك الصعوبات تمشي معها أنت، ما توقف على أول تحدي أو أول صعوبة. يمكن في أكثر من نصيحة أحمد في الكتاب، وكمان أنت كمان ذكرتها في المقطع، ولكن خلينا نتكلم بما أنه الكلام اللي سمعته أو المحاضرة اللي سمعتها من جوردن باترسون لامستك، إيش كنت تعتقد أنه في شيء أنت تحتاج فيه توقف باعتدال؟ جميل. شيء شخصي يعني لامسك بشكل عام. كلية الطب معروف أن الضغط فيها عالي أكيد جدا. طبعا. فإن في الطلاب أحيانا الاختبارات الكثيرة هذه تظهر في الشخص أحيانا نقاط ضعف، في فجوات، الأوقات الصعبة هذه تطلع فيك الفراغات هذه. فسمعت الجوردن بيترسون أنه هذه الصعوبات بتمشي، بس أنت كيف تتعامل معها، التحديات اللي بتجيك هذه، الفشل أحيانا في بعض المواقف كيف أنت تتعامل معه. فشعرت أنه لا، خرجت من الكتاب بغير ما دخلت فيه، يعني أشعرني تغيرت بشكل. خلصت الكتاب ولا قرأت فقط الجزئية هذه اللي لامستك؟ لا قرأت الكتاب 12 روز كامل. جميل. يعني أنت بس متأثر ببيترسون، يعني ما في مؤلفين تانيين يتكلموا عن نفس المجال أو نفس التخصص، ولا أنت فقط شدك هذا بالذات هذا الفيلسوف؟ لا، في كتب كثيرة طبعا. بيترسون ما أثر فيني مثل غير الكتاب، لكن بعض الجزئيات اللي ذكرها كانت أثرت. على سبيل المثال مارك مانسون. مارك مانسون تكلم عن كتاب فن اللامبالاة. هذا من أكثر الكتب اللي تأثرت فيها صراحة، يعني طريقة نظرة الحياة تغيرت. مارك مانسون له كتب كثيرة وكلها كانت رائعة جدا. فن اللامبالاة كثير، هذا الكتاب اتنشر الفترة الأخيرة كثير وناس كثير حبته. صحيح. يعني ومن عنوانه كانوا مستلطفينه، يعني إنه كيف أعيش، يعني صارت الناس ما تبغى مشاكل، إنه خلاص خليني أنمي هذه المهارة فيها وأكون لا مبالي أكثر. في يمكن كثير من الأمور اللي تخلي الشخص أو تشده للقراءة أكثر، ولكن بما أنك بتقرأ لأشخاص ثانيين كطالب طب، أنت قلت بتواجه ضغوطات مرة كثيرة، إيش ممكن تكون في حاجات بتقرأها بتفيدك في مجالك أنت وفي تخصصك كطالب طب؟
برضو إكلينيكية ونفسية. ممكن منها ما شاء الله أنت متخصص طب وجراحة، يعني كمان تخصصك ما هو سهل في الطب نفسه، فأكيد إلا ما يكون في بينك وبين المرضى كونتاكت وبين أهالي المرضى كونتاكت، التواصل هذا بينك وبينهم، كيف تتعلم مثلا أنه أنت تتقنه باحترافية كاملة كإنسان قبل أن تكون طبيب؟ جميل. على هذه النقطة مارك مانسون مثلا، أنا كان عندي فهم خاطئ أن الشخص مفروض يكون إيجابي في كل جوانب الحياة. مارك مانسون في بداية الكتاب كان يقول أنه من السذج أنك تكون متفائل دائما. صحيح. الإيجابية الزائدة هذه خطأ، وأكثر الأشياء اللي تسبب انكسارات للإنسان لاحقا في حياته الإيجابية الزائدة. صح. لا تعتقد بالحياة أكبر من اللازم. خل سقف واقعي طموحك. لازم تكون واقعي كمان. لازم تكون واقعي. سقف طموحك ما يكون عالي جدا، توقعاتك تكون قريبة، لكن اعمل. العبرة بالعمل، العبرة بالسعي. صحيح. أنت اشتغل صح لكن توقعات خلها هادية. ما تشوف أنه الفترة اللي يعني فاتت بحكم أنه هو لسه طالب جامعي، يعني كل الطلاب والجامعين تحديدا، حتى الناس واللي في التخصصات النفسية والتخصصات الاجتماعية، المختصين الاجتماعيين، يعني كلهم خليكم إيجابيين خليكم إيجابيين خليكم إيجابيين. ترى في أوقات من جد حتى صح. أنت اللي بتنصح بالإيجابية ترى بتمر عليك أوقات ممكن أنت تحس بإحباط، اكتئاب، مالك خلق. صحيح. مالك خلق هذه مو معناها أنه أنت سلبي، ترى عادي أنا أقدر نفسيا يعني. طبعاً. طبعا يعني إحنا في الأخير بشر يعني، فإيش ترد عليهم؟ هذا كلام صحيح تماما. الإيجابية الزايدة هذه اللي تخلي الناس محبطين، لأن الإيجابية هذه تجيك مؤقتة، يوم يومين ثلاثة أيام، لكن أنت لازم تكون عندك قناعة أنه لا، في أوقات لازم تحزن، في أوقات لازم تفرح، في أوقات لازم تظهر مشاعرك السلبية تشاركها غيرك. الحياة ما هي وردية زي ما يقولون. مزبوط. جوردن بيترسون مثلا قال أنه الحياة لا تجب أن تكون جميلة عشان تكون سعيد. صح. أنت سعد نفسك. هذه مسؤوليتك. طبعا يا أحمد، يعني أنا أبغى أسألك، طبعا الفيديو اللي اتنشر كم مليون وصل؟ التفاعل معه 2 مليون. 2 مليون، تفاعل مرة كبير. أغلب المتفاعلين يمكن كانوا من سن الطلبة المراهقين وأكبر شوية، هذه الفئة المستهدفة اللي ممكن لفت نظرهم هذا الفيديو، لأنك تكلمت فيه من كتاب معين عن يعني قرأت، هي نتيجة قراءتك واستنتاجك. هل إحنا بالفعل بعدنا كثيرا عن القراءة لدرجة أنه لما أنت طلعت تتكلمت لفت نظرة الناس والطلاب مرة ثانية إلى أهمية القراءة وأنه فيه كتب تستاهل القراءة؟ أنا ما أعتقد أنه أكثر شخص يقرأ، ومتأكد في كثير ناس يقرون، لكن أعتقد أن الموضوع كان حرك في الناس شيء كانوا يحتاجونه، لأن الشخص لما يتكلم بمواضيع في مشاكلنا احنا اللي نعيشها، خصوصا اتكلم عن الشباب اللي في سني، مشاكل نحتاج نوعي انفسنا فيها. صحيح. نعرف كيف نتعامل مع هذه المشاكل، فبيتفاعلوا مع بعض. ايوه، نتفاعل ونتساعد الناس للناس في النهايه. مو مساله ان احفزك يومين بعدين اخليك تصطدم بجدار. صح. بس احنا يعني بصفه عامه كيف تشوف الشباب، هل احنا بعيدين عن القراءه؟ بعدنا عن القراءه بالفعل؟ كيف تشوف الاقبال على القراءه؟ يعني انا اشوف في وجهه نظري الناس مشغولين في السوشيال ميديا، الطالب صح. مشغول في دراسته زائد يعني السوشيال ميديا. يعني يمكن انت كطالب طب يعني فعلا عندك ضغط، تيجي ناس تقول لك كيف لقيت وقت ان انت تقرا مارك وتقرا جوردن او تهتم صح. بالقراءه بصفه عامه، يعني انت تقرا لكذا شخص يعني صحيح. مهتم بموضوع القراءه في حياتك. صحيح. انا معنا الزملاء بالكليه نشوفهم في قراء ما شاء الله، يعني انت تستحقر نفسك امام قراءتهم الطلاب. لكن هي تجيك اوقات تحتاج انك جاتك مشكلات تروح تقرا، جاك وقت فراغ تستغل هذا الفراغ. الواحد ما يكون مثالي، الدراسه احيانا تاخذ منك وقت فتحتاج ترفع عن نفسك، فمو سبيل الترفيه الوحيد هو القراءه، لكن لابد، لا ما راح يكون الشخص مستقبل بلا كتاب. يعني فتره جميل انك ترجع لك تقرا، لازم عندك المهاره القراءه هذه شيء اساسي. اكيد طبعا. يمكن اول كلمه انزلت على الرسول عليه الصلاه والسلام اقرا طبعا. هذه يعني يمكن ربنا أمرنا كلنا أنه إحنا نقرأ عشان كلنا نتفهم ونتفكر في الأخير، ولكن حب سماع الناس للعبارات التحفيزية هذه. أنت قلت حاجة حلوة حبيتها، أنا أنه أوكي أنا هنصحك وأكون معك يومين، آخر شيء ما باك تصدم في الجدار، أو ممكن أنت بنفسك تصدم في الجدار حتى لو أنا حفزتك. لكن في ناس تجي أنت تقول لها مثلا أنا قرأت الكتاب هذا وفادني، اقرأه. يعني بتنصح فيه أشخاص آخرين، تنصح بالقراءة، إيش بتكون ردة فعلهم؟
كمهتم أنت بالقراءة قصدك أنصحهم كيف؟ الكتب مثل أنا ما أنصح مثلا الكتب اللي هي تنمية الذات بشكل عام لأنها أنت تستطيع افعل قاوم أخرج العملاق اللي في داخلك. لا أنا ما أبغاك تحفزني، أنا أبغاك تعلمني. أنت تبغى ما تحط الشخص سمكة، أنت تبغى تعلمه كيف يصيد. صحيح. ففي كتب هي اللي تساعدك أنك تواجه هذه التحديات، تواجه هذه الصعوبات، هي أولى بالقراءة من الكتب اللي تنمية الذات. طب أبغى أرجع لموضوع الفيديو اللي تنشره وردة فعل الناس. أكثر تعليقات كانت تجيك على الفيديو ده إيش هي؟ صراحة أنا متفاجئ أن التفاعل كان إيجابي جدا صراحة، والخاص ما وقف أبدا، وأغلب الناس كانوا عاد أحسن الظن بأحمد يعني، وكانوا يستشيرون عندي مشكلة فلانية، عندي مشكلة كيف أخرج منها. يعني صرت مستشار. أيوة أنا ما أبغى أكون كذا لأن أنا أعطي الشيء لأن من وجهة نظر أحمد تمام كيف أشوفه، لكن كان التفاعل كان كبير صراحة وكان إيجابي صراحة بشكل كبير. ما يخلو من السلبيين شوي. أيوة ما لسه راح أسألك إذا كان في تعليقات سلبية، إيش ممكن تكون تعليقات سلبية على فيديو نوعا ما محفز؟ أكثر تعليق سلبي إنه هذه استجمع على طلاب الطب كلهم يعني ليش تطلع بسكراب قدام الكاميرا؟ ليش تطلع باللبس الطب قدامك؟ هذا يعني كان هذا التعليق. أنا فكرت لأنه مثلا لا الحياة أصعب من كده، ممكن تكون ناس مثلا متحطمة فعلا وبشكل قوي يعني. أنتوا التعليقات السلبية أوقات يعني لازم نفكر حتى لما نكون سلبيين في ردودنا كيف نبغى نرد يعني، أو كيف نبغى نوصل يعني. أنا ما يهمني أنت في الأخير إيش لابس ولا كيف شكلك، بس أهم شيء إيش بتقول. هو في ناس بيطلعون فيك الخطأ لازم أي حاجة يدور على خطأ يعني كان. الآن الطلاب بصفة عامة إيش تنصحهم بما يخص الكتابة؟ أنا مهتم القراءة عفواً، أنا مهتمة بموضوع القراءة لأنه بالفعل يعني أجد إنه الكل عازف عن القراءة، خلاص ما في أحد صار يقرأ، ما فيش أحد صار يهتم إنه يطلع. أنا بقول لك أنت ليه متحسسين إنه كل الناس في ما بتقرأ؟ في واقع، في واقع يا عبير يعني. الأرقام بتقول، المكتبات بتقول، الكتب، إنه حتى لما تجي تسألي أي أحد تسوي استفتاء إيش آخر كتاب قرأته، ها مين ده مين، فما هم عارفين إيش اللي حاصل. في ناس يعني لا لم يعني ما يشعروا بلذة القراءة لسه، يقول لك أنا القراءة مملة بالنسبة لي، ولكن هي للي يبدأ يمارس هواية القراءة في لذة خاصة. صحيح صحيح. القراءة بشكل عام هي الواحد إذا اختار الكتاب الصح بالوقت الصح وعطاه تعب شوي، لأن القراءة ما راح تجد اللذة في بداية القراءة. أول ما تبدأ القراءة تحس أنها مملة، خصوصا عندك سوشيال ميديا، عندك أفلام، ممكن مزبوط. تغنيك بشكل كبير. بالضبط. لكن هي يبيلها التحمل في البداية، الصبر. بعدين شخص ما يقدر يمر يوم بدون ما يقرأ على الأقل ساعة يعني، فهي تحتاج أنها صبر وممارسة أكثر منها. بس عارف أحمد يعني بما أنك ذكرت الأفلام، في ناس كثير تقرأ وبرضو بتحب تشوف أفلام، وفي أفلام كثير ممكن تكون تحفيزية أيضا كالكتاب. صحيح فعلا يعني في أفلام معينة ممكن تكون رائعة جدا في تطوير الذات. ما صحيح. لفتك حاجة زي كذا؟ لا صحيح، في الأفلام مو من ناحية بتطوير الذات بس، أحيانا الأفلام تعطيك قصص حقيقية صح. تقراها ب 500 صفحة بالكتاب. صحيح. فيلم تشيرنوبل مثلا صح لك القنبلة النووية اللي صارت في روسيا. صحيح. قصة بالتفاصيل رهيبة. هذا الدوكيومنتري بالمناسبة صحيح. جدا فيغنيك عن الكتاب. صحيح. ففي دوكيومنتريز في أفلام صحيح جميلة ممكن، بس لا يغني عن الكتاب عن القراءة الكتاب. يعني أنا أحس أنه أحمد من النوع اللي يحب الكتاب الورقي أكثر من الكتاب لأنه صار الحين في كتاب إلكتروني طبعا. صحيح. إيش رأيك في الاثنين؟ لا أنا أحب الورقي، ريحة كلاسيك. الورق ريحة يعني. ملمس الورق وريحته وصلت خلاص. أحمد أنت اليوم بعد ما زادوا عدد متابعينك، هل تحس أنك أنت صار على عاتقك مهمة كبيرة بأنك تمشي في المسار الصحيح كنجم اليوم في السوشيال ميديا في وقت للأسف اختفوا فيه القدوات؟ صحيح. أنت تحس نفسك كقدوة الآن؟ لا أنا ما أرى نفسي قدوة طبعا. وعندي أخطاء كثيرة، لكن الحمل على الشخص يتابعونك هالعدد أكيد أكثر من قبل. أول الأصدقاء بس الآن. مظبوط. الآن صرت هل يعني مثلا عندك نشاطات إنك خلاص صرت يطلبوا منك مثلا المتابعين إنك أقرأ لنا كتاب معين ولخص لنا؟ هو يصير أحيانا أيوه، لكن الوقت ما يسمح أحيانا خصوصا مع الدراسة الوقت يكون ضيق. صح. بس تجي خيارات كثيرة دائما كذا. هل أنت حتكمل في ذا المجال إنك تكون خلاص بما أنك وصلت إنك صرت مشهورة اليوم ما شاء الله ملايين المتابعين اللي بيشوفوا فيديوهات
توجهاتك حتمشي في هذا المسار بجانب الطب انك تكون مشهور مسار الشهرة طبيب مشهور يعني مضبوط هو انا اخذها على حسب الوقت الفراغ اعطيها الاولويه طبعا بتكون الدراسه أكيد. لكن وقت الفراغ هو اللي الواحد اذا وجد فائده تستحق النشر يعني شارك بغيره يمكن يكون سؤالي الاخير لك احمد من واقع خبرتك ودراستك وتعاملك وتواصلك مع المرضى تحديدا المرضى ايش في شيء من جد اثر فيك واكتسبت منه خبره ونفع فعلا وحبيت ان انت تنقلها للناس سواء نقلتها او لم تنقلها لسه ممكن اصعب المواقف اللي تشوفها مثلا في المستشفى لما تجيك ام بولدها والولد في مشكله كبيره فهي تجي تكلمك على انك انت المنقذ اللي بينقذ ولدها طبعا اي فهنا الواحد ما سيطر على الايموشنز حقته يعرف يهدي اللي قدامه ويعلم ان كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى مو بيدنا احنا هذه مواقف صراحه باليوم ممكن تغير يومك بشكل صحيح. كبير صحيح ويمكن اكثر الناس تتضايق من تصرف الطبيب انه جامد تحس انه الطبيب اللي قدامها جامد لكن هو الطبيب اللي قدامنا يمكن يكون مو جامد قد ما انه كمان قاعد يحاول يسيطر على الموقف مزبوط. احنا لازم نعذر الاطباء يا جماعه تحديدا انا اشكر يا احمد تواجدك معنا لليوم وشكرا لانه انت قارئ واتمنى تحمس كثير من الاشخاص خاصه اللي الان بيتابعوك على القراءه مزبوط شكرا جزيلا على هذه الاستضافه اهلا وسهلا الله يعافيك مشاهدينا يطلع فاصل بس اكيد مكملين بعد الفاصل نجوى ينطلق في الرياض ويستقبل المهتمين بالأزياء والموضة من كل مكان افتتحت فعالية نقوى أبوابها من جديد لمحبي الأزياء والموضة ولجمال أكيد احتضنت مواهب محلية في مختلف المجالات خلونا نتابع مشاهدينا هذا التقرير أو جانب من الفعالية مع زميلنا عبد الله الخضر أول شيء حنا اللي نرحب فيكم عندنا هنا في نقوى أنا اسمي طلال بنظفر أحد منسوبين شركة ألفا ون اللي قايمين في الديكور والإضاءات حقت معرض نقوى الحمد لله الحضور زي ما كنا متوقعين وإن شاء الله في الأيام الجاية الحضور بيكون أكثر زي ما أنت عارف اليوم أول يوم ولا هو بويكند إن شاء الله الزود جاي بكرة وبعدها إن شاء الله وإن شاء الله أنهم بيستانسون بالمحل المحل زي ما أنت شايف الأجواء حلوة محل مكشوف مناسب لجميع الأعمار المحلات متعددة وبيستانسون شيء أكيد فور شور يعني إن شاء الله أنا أول مرة أشارك صراحة شيء فوق الخيال لو بتكلم عنه يعني بوصف أكثر مما شفت لأن نقوة تنقية ينقون المبدعين ينقون المهتمين ينقون ناس عندهم شيء ودهم يطلعونه تصوير حياتي يعني يعني التصوير اعتبره جزء مني كبير كبير والحمد لله يعني فضل الله وفضل محبة الناس واللي يشوفون هذا كله فضل الله ثم فضله الكتاب هذا صراحة عملنا فيه واشتغلنا فيه يعني شغل بساعات طويلة بدقة تفاصيل من يعني ولاءنا وعشقنا والحمد لله الكتاب إن شاء الله ينال الجميع لودة جولري مستوحاة من الطبيعة والطبيعة اللي هي الورود والمعاني الورود فكرة جديدة في عالم المجوهرات وكمان ليتلي طلعنا اللي هو مع الرؤية السيفين والنخلة مستوحاة من الطبيعة السعودية
نقوى، وبالفعل نقوى لكل الفنانين والكوادر السعودية. شكرا للزميل عبد الله الخضير على هذا التقرير، وشكرا لنقوى اللي تنتقي الكوادر السعودية وأفضل ما في الساحة من الفنانين والمصورين ومصممي الأزياء وحتى مصممي المجوهرات. صحيح معك حق، يعني يمكن شفنا كثير من الأشخاص اللي يمكن احنا في برنامج سيداتي استضفنا مجموعة كبيرة منهم. دكتورة خلود عرب استضفناها أكثر من مرة، ما شاء الله عندها تشكيلات جديدة كل فترة بتنزلها، مع اللي قاعد يصير أثناء يعني في المملكة العربية السعودية مؤخرا. يمكن تكلمت كمان عن آخر عقد أو سلسار خلينا نقول سوته كمان عن سيفان النخلة. في كثير من المواهب الرائعة صراحة، شفنا كمان أحد المصورين كثير من المواهب السعودية يعني اللي فعلا نقوى اختارتهم. مظبوط، بنقوى على قولهم. أكثر شيء عجبني في شبابنا السعودي حب الوطن مؤصل عندنا. صحيح، ندخله في كل شيء، في فننا، في أزياءنا، في موسيقتنا، في كل شيء، يعني نحس أنه جزء من هويتنا حب وطننا، حب حكامنا، لغتنا العربية، الخط العربي. يعني ما شاء الله علينا، يعني أنا أسعى فقط أنه نشوف نفسنا في العالمية، وإحنا قدها، إحنا عندنا المواهب وعندنا الكوادر السعودية وعندنا مصممي الأزياء والمجوهرات. وبالفعل ترى عبير حتى برا بيشاركوا في معارض عالمية، بس إحنا اليوم نبغى نقلب الوضع، نبغى هم الناس اللي من برا يجوا يشوفوا ثقافتنا وفننا وكوادرنا وشبابنا السعوديين كيف أكيد. أنا يريد معك في اللي قلتيه بصراحة قلبا وقلبا، ولكن أبغى أزيد حاجة. أنا أشكر الأشخاص اللي قائمين فعلا على فعاليات ومبادرات زي كذا، من جد تدعم كوادر وطنية جدا رائعة، تدعم كوادر وطنية يمكن تكون نوعا ما هي معروفة، نسلط عليها الضوء شوية، لأنه فعلا يستحقوا أن هم يبرزوا ويبانوا في العالم. ما تعرف في كثير أشخاص ممكن يكونوا أو يصلوا فعلا للعالمية قريبا بإذن الله من هذه الفعاليات. أكيد طبعا. عموما خلونا نطلع فاصل وحنرجع نكمل معاكم باقي الفقرات لليوم. بعد الفاصل سلطان الفيصلي فنان صاعد يشق طريقه الفني وسط التحديات، فما هي حكايته؟ لا خلاص كل الكلام اللي ما نخجل نقوله، ما بقى إلا اللي ما بين السطور وما بين السطور. ألف مرة قلت لك في عيوني لا من قلت بسري عايم ناني، ترى ودي يقضي العمر يا عمري معك. ألف مرة قلت لك لا قلت مقدر، قصدي مقدر أحيا يا جهل بلا. الله، رغم بداياته في مجال الطرب والغناء إلا أن الفنان الصاعد سلطان الفيصل سطر اسمه في هذا المجال لتمكنه من الغناء بصوت عذب والعزف على آلة العود باحترافية زي ما سمعتم مشاهدينا. خلونا نتعرف عليه في هذه الفقرة أكثر، وأكيد نسمع منه أكثر من أغنية. سلطان أهلا وسهلا ونورتنا. الله يعافيكم وشاكر لاستضافتكم الجميلة. يعني نورت سلطان. يمكن الأغنية اللي أنت غنيتها دائما تطلبها زميلتنا رندا بصراحة من فنانين كثير، يعني أنا افتقدتها اليوم تحديدا لأنه دائما هي تحب هذه الأغنية ودائما تطلبها، ولكن إن شاء الله هتكون هي كمان سامعتك وموجودة معنا أكيد بس من بيتها سامع سلطان. أبغاك تحكي لنا عن بداياتك الفنية. ما شاء الله هذه الموهبة العذبة وهذا الصوت، كيف هل كان وراثة؟ كلمني أكثر. الله يسعدك. لا مش قصة وراثة، يعني أنا خلي بقول لكم كيف بديت. أوكي. بديت من أنا تقريبا من عمري 14 سنة كنت أسمع الأغاني الكلاسيك، يعني اللي فيها آلة العود بشكل كبير. حلو. كنت أسمع الفنان عبادي. أكيد. فمن وأنا صغير يعني كنت أحب الآلة هذه. والحمد لله يعني تعلمت
كان عمري تقريبا 18 سنة يوم تعلمت. دخلت كذا في البيت لقيت عود قديم يعني من زمان يعني تقريبا له 18 سنة ما حد مسكه يعني ما حد يعزف عليه. فقلت أنا راح أتعلم الآلة هذه. فكنت يعني مثلا بعد خلاص بعد صلاة العشاء أجلس إلى الساعة 2 وانت تعزف؟ اي وانا اعزف. تعلم نفسك بنفسك يعني؟ اي ما احد علمني انا للامانه يعني. ما شاء الله. اي فالحمد لله من في البدايه العود ما كان يساعد والدنيا مش كويسه يعني معي. الحمد لله. بس يعني. انت اصلا كنت عارف انه صوتك حلو؟ مين قال لك انه صوتك حلو؟ لا انا تقريبا بعد ما تعلمت العود بشكل كويس بديت اغني. يعني اول شيء تعلمت العود هو اللي استهواك وبعدين بدات تغني؟ بالضبط. طيب كيف يعني ايش الصدفه الحلوه هذه يعني انك اكتشفت انه صوتك حلو وانت بعد ما تعلمت؟ والله هذا شيء مره حلو. لا شوفي كان من تعليم عود من اللي علمني صوتي حلو اخوي عبد الرحمن. اخوي عبد الرحمن وجه له تحيه. هو اللي شجعك؟ اي تواجد معنا. اهلا وسهلا عبد الرحمن. فهو اللي شجعني وهو اللي برضو يعني حارب معي من العادات والتقاليد اللي حاولت تمنعني يعني ما شاء الله من نعزف العود وزي كذا واني اطلع يعني على الساحه الفنيه والحمد لله اطلع معي شيء كويس. طيب احنا الوقت معنا حلو الحمد لله ونقدر نسمع منك اكثر وكمان اي والمخرج الحين شوف يعني انا اول مره بصراحه مخرجنا يجي يقول لازم تغنوا فعلا يلا. فاحنا هنسولف اكثر اكيد معك سلطان ولكن سمعنا شيء ثاني انت محضر لنا هو ايش حتسمعنا؟ من افضل اغاني الدكتور عبد الجوهر يلا تبيه اسمها تبيه. اوكي متفاجئة ومبهورة ما شاء الله عليك ما شاء الله يا سلطان يعني واضح سلطان. واضح انك كيف متأثر بالفنان عباد الجوهر وانا انبهرت حتى بعزف العود لا عزف العود انت تبغى تقنعني انه انت علمت نفسك بنفسك العود ما شاء الله عليك يعني انت فنان بالفطرة انت لازم تكون فنان يعني اذا ما كنت فنان انت لازم تكون فنان ما شاء الله يعني جمعت بين العزف المحترف الغناء صوتك جدا راقي ورائع مين الفنانين الكبار اللي انت متاثر بيهم من الواضح طبعا الفنان عباد الجوهر فطبعا في المقدمه الاستاذ عباد الجوهر والمرحوم طه مداح اكيد والفنان العرب محمد عبد اكيد طبعا ولا كثير يعني من الفنانين اللي اسمع لهم احاول اتعلم من هذا ومن هذا ومن هذا طبعا طبعا
لان يعني مش جوي واحد يعني ما اسمع شيء واحد، فاسمع الجو الجديد والجو القديم والكلاسيك حتى ام كلثوم، عبد الوهاب، فيروز، ممتاز، عبد الحليم. لازم الفنان سلطان اصلا يكون عنده ثقافات فنيه مختلفه وباك جراوند كبير لفنانين سواء كانوا جدد او قدام ايش من كان نوع الفن اللي هم بيغنوه. ولكن بما انك ذكرت انه انت بتسمع الاغاني الحاليه، في كثير للأسف الشديد فنانين على الساحة الفنية للأسف لا يستحقوا الظهور بسبب سوء اختيار الأغاني، بسبب الصوت النشاز أساساً، أو ما يملكوا الموهبة أصلاً، بالضبط ما عندهم الموهبة هذه، أو بسبب الكلمات الركيكة في الكلام. خلينا نقول إيش رأيك، أو نسألك سلطان إيش رأيك في الأغاني اللي الآن مؤخراً بتكون ظاهرة على الساحة الفنية سواء في المملكة أو في العالم العربي ككل؟ والله على حسب يعني في اغنيه من الاساس يعني ما تسمى اغنيه لان ما توفرت فيها عناصر الاغنيه، لا من توزيع كويس، كلمات كويسه، لحن كويس، حتى الصوت يعني ما يساعد. بس برضه يعني شلون اقول لك، يعني تجيب مشاهدات عاليه يعني تطلع ويسمعونها العالم بكثره. ليش؟ لان فيها مثلا حركه معينه او وقفه معينه. بس تسمعين الأغنية تركزين فيها من تفاصيل الأغنية لا تشوفين مش كويسة. احنا نتكلم طبعا مش على الأغاني كلها، في أغاني معينة يمكن الكل والمشاهدين برضو عارفين احنا ايش مقصدنا. طب خليني أتحدى ايش في أغاني عصرية أو أغاني مثلا مؤخرا بتسمعها مختلف لحنها شوية عن العود تقدر تغنيها مع العود؟ والله ما في شيء. تحديتك صح؟ تحديتك من جد. طب اوكي تقدر بس تغنيها، يمكن مش مع العود ولكن تقدر تغنيها. ممكن، ايه ليش لا؟ زي ايه؟ في شيء جديد بالفعل على الساحة بيعجبك بيلفت نظرك الأيام هذه مع الطريقة الجديدة؟ في أشياء حلوة؟ مع الطريقة الجديدة في أغاني الأستاذ رابح. حلو. أي رابح حلو أكيد. رابح بيعزف كمان عود. أيه رابح رائع. انت يعني متعلق كثير بالفنانين اللي بيعزفوا على آلة العود، وغير كذا بالفنانين الصح، الفنانين الأيقونات، الفنانين الحقيقيين. صح. هذا صح. هذا اهم شيء، وان شاء الله ما تطلع عن هذا المسار. لا هو شيء كويس يعني ان الواحد يشوف القامات الكبيره طبعا ويحاول يتعلم منهم. مزبوط. بس ما يركز على فنان واحد او يحاول يقلد فنان واحد. اكيد. صح. طبعا ما يقلد. انت إيه؟ انت ما قلدت احد. انا في للامانه يعني عشان اكون صريح على الهواء قدام الناس، في البدايه انا كنت متعلم العود عشان اعزف اغاني عبادي بس. نعم. لكن لما تعمقت في اغاني محمد عبده، لما تعمقت في اغاني الاستاذ طه مداح، لقيت في صح في اغنيه تسمى اغنيه. صح. سواء من لحن، سواء من كلمات، سواء من صوت، كل شيء. إيه. طبعا هذا طيب رابح صقر يعني المخرج عاوز يسمع، لازم تسمعنا شيء لرابح صقر بما انك ذكرت رابح. في شيء في بالك؟ يلا. اول شيء كم عمرك سلطان؟ يعني انا بدي اسالك هذا السؤال يا عبير. انا كنت ابغى اساله هذا السؤال من البدايه، كم عمرك سلطان؟ 22 سنه. ما شاء الله، ما شاء الله عليك. كثير
الرشا ما تنقال وإذا بنسكت كثير أشياء صعبة ينسكت عنها. يعني والله أنا 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 ما أبغى يا جماعة الخير، ولكن لازم نطلع فاصل وأكيد هنكمل معه. طبعا احنا مكملين هذا الحوار وهذه الجلسة الفنية الجميلة مع الفنان سلطان الفيصل. يعني سمعتنا دوبك تقاسيم، يمكن كمان انت منتشر لك مقاطع على السوشيال ميديا وانت بتسوي هذه التقاسيم، كلمنا عنها نهاوند بيات هذه التفاصيل. يعني هي التقاسيم طبعا تتعلق بالمقامات الثمانية، المقامات الثمانية من فروعها. يعني طبعا بعيد واكرر، يعني المقامات الثمانيه اللي علمني اياها اخوي عبد الرحمن. اخوك عبد الرحمن ما شاء الله باين عبد الرحمن بيعزف عود. عبد الرحمن لا لسه مبتدئ، مبتدئ بس تعلم مني لكن عنده خبره في الموسيقى جباره. حلو، يعني انتم بتتعلموا الفن من اصوله، بتتعلموا الاساسيات الصح في الفن، بتعرف زي ما بتقول التقاسيم وانواعها وهذه الحاجات إيه اللي يعني يمكن الشخص العادي ما يعرفها. يعني لا انا اسمع مثلا دكتور عباد الجار وهو يقسم على العود، قاعد اشوف يعني كيف مثلا يدخل في الحجازي وبعدين يرجع للعجم كذا بطريقه مره سهله مره سلسه. يعني مظبوط يعني هذه انا اول ما قسمت لها يعني ما يعني شوي صعب الموضوع. فالمقامات اساسا هي اساس الاغنيه طبعا. يعني اغلب الحين اغلب الاغاني الحاليه بياتي وكرد، لكن يعني اللي اشوف انا المقامات اللي احبها يعني هي الرست والبياتي والكرد ما شاء الله والسيكا. حلو. السيكا اللي هي اغلب اغاني عباد الجوهر برضو ام كلثوم كلها سيكا. خليني اسالك انه دحين توجه المملكه العربيه السعوديه اختلف مؤخرا الحمد لله، صار في اهتمام بالكوادر الفنيه الوطنيه، صار في معاهد فنيه، صار في صالونات كمان، بايش ممكن تكون فائدتك وايش رايك فيها؟ لا فادتني كثير بالنسبه لهذه، لا فادتني كثير خصوصا اني اول مره يعني اقابل جمهور طلعت في موسم الرياض. واو انت طلعت في موسم الرياض. كلمنا عن مشاركتك هذه. هي كبداية يعني طلعت قدام العالم مرة خايف، ما أدري شو أسوي. أكيد مواجهة الجمهور هذا شيء كمان بحد ذاته صعب. إيه صحيح. يعني هذا في البداية. الحمد لله طلعت تقريبا. متى حسيت إنه أنت واو؟ لا لسه. أنت في البداية كنت خايف متوتر أكيد. لسه. أيوه. لسه أنا أعتبر نفسي لسه طالب ما طبعًا. مرة يعني ما. لا أنا أقصد إنه أنت تغلبت على الخوف من مواجهة الجمهور بعد قد إيه؟ أول أغنية، ثاني أغنية، والله كملت طول الليلة وأنت متوتر. صراحة يعني أول ليلة كلها متوتر. طبيعي. هذا في الأول، لكن الحمد لله قدمت 6 ليالي في موسم الرياض. جميل. إيه. والحمد لله يعني كان شعور مرة حلو، بالعكس هذا دائما مع المستشار تركي الشيخ الله يقومه بالسلامة. آمين يا رب. أكيد طبعا. إيه فكان شيء مرة حافز لي وكان شيء كويس، وشيء كويس إني طلعت قدام الجمهور. أكيد.
على استيجات يعني زي كذا. سلطان يعني انت بتنمي موهبتك بنفسك، قديش مهم للفنان انه يشتغل على نفسه، انه دائما يتمرن على صوته، انه يطور مهارته، انه يشوف اكثر، انه يسمع اكثر. بشوفي كتنمية موهبة، قلت لك الحين للحين انا لسه مبتدئ بالضبط، لسه ما وصلت للمستوى اللي ابيه، ف لسه يعني جلسة احاول اتعلم 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 اشياء كثير يعني، خاصة المقامات وتفاصيلها وفروعها، وفي التلحين اتعلم اشياء كثير مره. سلطان الشخص اللي زيك بصراحه يعني انا اسف انه بس لا لازم لا لازم الكوادر الفنيه اللي زي كذا والمواهب هذه احد يتبناها يا جماعه. نبغى يعني منصه، احنا نحتاج منصه، فعلا نحتاج منصه. ماشي تفضل انت تتعلم ما اختلفنا، ولكن تبدا تبان وتظهر للناس بشكل اكبر واوسع. ما في من خلال مشاركتك في موسم الرياض ما في احد جاء قال والله انت فنان جيد تحتاج ان انت مثلا تشارك في المكان ده او تشارك في المكان ده؟ لا حتى في موسم الرياض يعني ما طلعت يعني عن طريق موسم الرياض بالضبط يعني، هم جو كلموني طلعت مع الفنان نواف عبد الله كان ضيف عندكم هنا. الفنان نواف عبد الله قال لي تعال انت لازم تحتاج يعني، اوجه له تحيه وشكرا لي اللي هو قال لك كذا. اي قال لي لا لازم تحتاج، انت تستاهل، لازم تطلع قدام الناس، تعال معي. فطلعت في موسم الرياض طبعا الست ليالي اللي قدمتها كلها دويت وانا ونواف. طيب حلو سلطان، يعني هم قاعدين هم تمنوا انه قاعدين نسوي اللقاء من كثر ما الطلبات كثير عليك ويبغوا يسمعوا شيء، وهم صراحه عندهم حق يعني، فيا ريت لو تسمعنا حاجه. ايش حتسمعنا يا سلطان؟ محمد عبده عشان ما يختم. حاضرين ان شاء سلطان. لا فعلا انت اثرت فيها كثير، انت عارف ايش المميز فيك؟ انت بتنقي اغاني ما صار احد يغنيها، يعني حتى لعبادي لمحمد عبده هذه الاغنيه من زمان، ما يمكن لو شباب كثير ما يعرفوها، فكيف اخترت هذه الاغنيه؟ يعني بيننا عن هذه الاغنيه من زمان. قلت لك انا من نوع نصير يعني، جو كلاسيك، انا اسمع لغاني رهيب، اسمع الاغاني القديمه يعني، اسمع ام كلثوم واسمع عبد الوهاب. وخليك الله يخليك لا تتغير يعني، هذه الاشياء الحلوه الكلاسيكيات الرائعه الجميله، الالحان الحلوه، الكلمات الحلوه، والحلو في الموضوع انها ترى اغنيه صعبه، ما هي اغنيه سهله. على الكنترول.
انتم بخير يا جماعه؟ لانه احس في هدوء مو طبيعي. ان شاء الله تكونوا بخير. بس احنا مبهورين ما شاء الله تبارك الله. احنا فعلا مبهورين فيك سلطان. بس ابغى فعلا عبير الله يخليك، يعني ابغى اوجه نداء، يعني بالفعل احنا نحتاج منصه. زمان لما طلع محمد عبده وطلال مداح ترى كلهم طلعوا من الاذاعه والتلفزيون واختبارات كانوا يسووها، يبحثوا عن فنانين، عن مواهب حقيقيه. سلطان انا متاكد ان سلطان راح يكون اسم مره كبير في عالم الفن وايقونه كبيره، وبكره لما نكبر بعد 20 سنه حنشوف سلطان ونقول يا عمير تتذكر ذاك اللقاء اللي سوينا مع سلطان؟ يديك العافيه، انا بالفعل مبهوره بك. وفعلا احنا واثقين في هذه الموهبه، يعني انت موهبه حقيقيه. احنا الاثنين واكيد كمان الكنترول معانا، احنا واثقين في الموهبه اللي عندك بالفعل سلطان. انت موهبه حقيقيه، ونشجعك وتاكد انه اصبح ليك جمهور من الآن. الله من الآن، من هذه اللحظة. مزبوط. وما زال الكنترول في استمرار. نبغى تاني ولكن احنا نبغى نختم معك بأغنية، ولكن قبل أن نختم معك سلطان، ويؤسفنا فعلا أن احنا نختم معك مستقبليا، فإيش قاعد تفكر؟ إيش تبغى تسوي؟ طبعا أنت موفق ما بين الدراسة والفن، وهذا الشيء لابد منه. أنا تخصصي قانون. قانون يعني شفت الناس يطلع محامي او قاضي يعني كمان. شفت يعني الناس الفنانه هذه. طب ايش تبغى تسوي مستقبلا؟ ان شاء الله انا خلال 3 شهور إلى 4 شهور في عمل بينزل لي سنجل باذن الله. جميل جميل، من الحان الفنان فيصل الساهم وكلمات الشاعر رياض رشيدي. رائع فيصل الساهم. كلنا شوق وانتظار لهذا العمل خاصك. ما تقدر طب تسمعنا منه حتى صغيره قد كده؟ يعني حاجه حصريه لينا والله. نختم فيها، لو نختم فيها لازم تكون طويله. احنا نبغى شيء طويل نختم فيه. لا مش طويله هي، اذا تبغون تسمعونها نبغى شيء نطرب عليه. شوف المخرج. طيب احنا طبعا اسمح لي سلطان بس اختم مع الساده المشاهدين. احنا كلنا يعني بصراحه زعلانين انه احنا نختم مع هذه الموهبه، ولكن سلطان الفيصل يمكن حسابه كمان قاعد يظهر على تويتر اللي يبغى يتابعه. شكرا لتواجدك معنا اليوم. الله يعطيك العافيه. يعطيك الف عافيه، واحنا كلنا ثقه فيك باذن الله. ريم حابه تقولي شيء؟ انا بدي اسمع. تبغى نسمع؟ الله يخليك. خلاص مشاهدينا اكيد هنشوفكم بكره في نفس الموعد في امان الله. تفضل سلطان. اتفقنا في كل شيء الا الزمان، عي الزمن لا نتفق ولا تزعلين لو نفترق. قلبك خليل وقلبي انا اللي بيحترق. يا وردة في كل الفصول، يا فرح عيالا يطول. قولي وأقول إن كان عندك لي حلول. قولي وأقول يا فرحة القلب الحزين، الوقت يمر مالك عذر. كان يكتبين ننسى العمر وننسى السنين.